بل المخاطر الكثيرة أولها الاعتيال، أن ترى شيئا من الشر أمر عادي، كل الناس يفعلونها، كل الناس ماذا يفعلون هذا أو هذا، هذا النوع من الشر أو ذا، لا، طالما حرمه الله ما في شيء عادي. الحق الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، والدين ما شرع الله، ولو أجمع العالم على خلاف ذلك فالعالم باطل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.